ما عندنا هاي العقلية والثقافة أنه ننسى الماضي ونتوكل على الله ونفتح صفحة جديدة. طلعوا لي الصورة الأولى على إطار ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة والتسامح. الصورة الأولى شباب. الله يرحمه. الله يرحمه. سيد أحمد مرتضى. الله يرحمه. وزير النقل في زمن النظام السابق. أي توفى. دمعت. انقهرت عليه لأنه أنا تحدثت وياه من كان بالمستشفى وبعثت له أحد الأصدقاء العمان حتى يعني يعايده ودزيت له هدية هم، فهو خبرني ألمني. إيش قال لك؟ يعني كان يبكي قال أنا يعني على فراش الموت في الغربة وأنا ما مسوي شيء. وتشكرني قال إنه أنت أنصفتني. أنا سعيد لكن أنا كان بودي أنا أموت بالعراق وأني موصي يعني يجيبوني للعراق وجابوه للعراق. لكن حادثتين صارت وياك بعد ما طلعنا أنا وياك بالحلقة تحدثنا به الحادثة. شنو كانت رسالة عائلة السيد أحمد مرتضى الله يرحمه لك شخصيا؟ رسالة بعت لي إياها ابنه الدكتور رايد وقال إحنا الآن مرفوعي الرأس وأنصفتنا وأنصفت أبونا وهذا بالنسبة لنا يكفينا. إحنا نعتبر حقنا وصلنا رغم الظلم السنين. تعرفوا ما صار عليهم مصادرة وحجز يعني ومروا بضائقة مالية كبيرة فكان يعتبرون نفسهم مظلومين. يقول إحنا خلاص هذا اعتبرنا حقنا وصلنا. قدمت له مساعدة مالية ورفضها؟ رفضها. رفضها. أيوة. من كان بالمستشفى دزيت احد الاخوان وردنا بس على المستشفى رفضها. رفضها.